مرحبا يا جماعة الخير. أكو مشهد لطيف جدا هسه شفته من واحدة من أمهاتنا العزيزة، لازم تشوفونه وياي. خالة شلونك؟ شلون صحتك؟ خالة شو تسوين؟ بس ايش قد حلوة هاي؟ حلوة كلش حلوة. انت دائما تحوكين هيك؟ اي اي نبيعها بالبازارات؟ بازارات ورايحها للجمعية. اوه ممتاز. بعد شو تحوكين؟ شنو الاشياء الاخرى؟ احوك واخيط وكل شيء اسوي. والله مبدعة. جودليات. والله؟ هسه هاي ايش قد سعرها؟ هاي سعرها 10 دولارات. هاي سعرها 10 دولارات؟ انت صرتي اوت اوف فوكس، خلنا نرجع. لا 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 بالعكس. ما عجبك؟ لا لا بالعكس تخبل تجنن. طبعا خالتي العزيزه هي ام السيناريست والكاتب محمد عيسى، وزميلتنا واختنا وسن، هو ابن الكبير عمار اسمه مصطفى. مصطفى خاله انت بالاصل من خانقين. من خانقين العراق. كردستان العراق. والله والنعم. يعني انت كرديه؟ وشوني باشي؟ خوش بي يا أخو. والله؟ شوني باشي؟ آه باشي، زور باشي. زور باشي. يا بس هذا حدي بالكردي أنا. هاي. خالتي العزيزة شكرا. أنا ديك حبيبي. شكرا. شو تقولي للمتابعين؟ والله المتابعين شكرا لهم يشجعون. التراث القديم مالنا نحيي. ما نخليه يموت. أنت هاي تحكين يعني لأنه تريدين تخليه التراث العراقي عايش. العراقي عايش. ويموت. الله ينطيك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك يا وردة. أنت الله يسلمك حبيبي.